أعزائي المشاهدين، السلام عليكم وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج وزارة النساء. كعادتنا في كل حلقة، نستحدث وزارة افتراضية، وزارة نسائية بيفترضها النساء، وزارة تختص بتحقيق مطلب من مطالبهم. النهاردة من ضمن بنجد ان مطلب اساسي من مطالب النساء هو تحقيق المساواة مع الرجل. ممكن نقول ان كل قطر او كل دولة او كل شعب بينظر الى المساواة بمنظوره، ولكن هناك دول اخرى غربية ترى المساواة بانها اطلاق الحرية للمرأة بشكل ليس له حدود، على ان الرجل له ذات الحرية. ولكن نحن في مجتمعاتنا اعتقد ان اعرفنا وديننا يقيد هذا المفهوم، ولكن مفهوم قيود الحرية بالنسبة للمرأة ايضا يختلف وفقا لثقافة كل امرأة. ولكن المطلب كمطلب، كل النساء يتحدن في المطالبة بالمساواة مع الرجل. النهاردة في هذه الحلقة بنستحدث الوزارة النسائية الجديدة، وهي وزارة المساواة، الوزارة التي من المفترض أن تعمل على تحقيق وعلى تفعيل قوانين وإصدار قوانين وتفعيلها وتنفيذها في سبيل تحقيق هذا المطلب بالنسبة للنساء. ولكن نحن في حاجة إلى مناقشة أبعاد هذه القضية، مناقشة مفهوم المساواة بالنسبة للمرأة، مناقشة لماذا هذه المطالبة، أمور كثيرة في هذا السياق هنتعرف عليها من خلال لقائنا النهاردة ولقائنا بضيوفنا النهاردة اللي هم من النساء طبعا، لأنها وزارة النساء. بيشرفنا بالحضور النهاردة على الهواء الأستاذة عصمت مليدي، رئيس قسم التربية الرياضية بالتعليم الخاص. أهلا بيك يا غانم. وأيضا معنا الأستاذة نهلة محمود، رئيس قسم اللغة العربية بالتعليم الخاص. أهلا بحضرتك. هبدأ سؤالي مع الأستاذة عصمت، لماذا المطالبة بالمساواة مع الرجل؟ هل تري أن المرأة أو الحق المتاح للمرأة ليس بالقدر الذي يرضيها الآن؟ هو الحق بتاع المرأة واقع شوية، بس أنا ليه اعتراض في حتة المساواة. إحنا بالفعل متساويين معاه، بل بالعكس، إن في المرأة لو عايزة تعمل حاجة بتعملها وتتفوق على الرجل في كل المجالات. وأظن كلنا عارفين إن كل المجالات فيها المرأة تفوقت بكتير جدا، في مجالات كتير جدا تفوقت فيها عن الرجل. فليه احنا بنطالب بالمساواة؟ لا بالعكس، احنا اللي نقدر بايدينا نحقق المساواة دي ونعلى عنهم. ده بالعكس، ممكن الراجل هو اللي يطالب بالمساواة بينا، لان احنا اصلا اللي بنشتغل اكتر وبندي اكتر، وفي بيوت مفتوحة اصلا للستات، هما اللي فاتحينها مش الرجال. فانا متهيالي ان المساواة احنا واخدين حقوقنا، واللي عايز ياخد حقوقه من الست اكتر من كده بتعرف تاخد حقوقها، وبتعرف ازاي في مجال عملها تاخد حقوقها، طول ما هي عايزة تثبت نفسها وتتفوق على الرجل. فمتهيالي مبدأ المساواة موجود، بس احنا يعني بنحاول ان احنا نقول الكلمة كتير علشان ندي الرجل حق مش موجود عنده. يعني ندي الرجل حق مش موجود عنده؟ يعني هو يعني الرجل بيقول ان احنا ضعف، ان احنا مش واخدينها. هم على فكرة الكلمة دي طلع من الرجل مش طلع من ست، كلمة المساواة بيهم. لان احنا الرجل لو دورت عن المرأة بتقوم من الصبح لغاية انت بتقدر تتحمل مجهودك بإيه؟ شوف الراجل بيتحمل مجهودك بإيه؟ الراجل بيرجع من شغله خلاص كده مجهوده انتهى. الست بتقوم من الساعة 5:30 الصبح تبتدي مجهودها لغاية الساعة 12:01 في الليل. فيبقى مين أصلا اللي مجهوده أكتر؟ وبعدين أنا قريت مقولة إن الست أضعاف في قوتها أضعاف الرجل، لولا إن ربنا مديها حتة الحنية والدمعة تسبقها لكان الرجاله بيضعهم من على وجه الارض. يعني ده حقيقي، انا قريت المقوله دي على بيتي بصراحه. فانا شايفه ان في مساواه بالفعل، بس الست تقدر تثبت وجودها اكتر
لو هي عايزه او في المجال اللي هي عايزاه تتفوق عليه باي شكل. طب هسأل استاذه نهله، مفهوم المساواه بالنسبه للمراه ايه؟ لما بتقول عايزين مساواه مع الراجل، هي تقصد ايه ده؟ انا متهيألي ان احيانا المرأة بتبقى مطالب تكرار للكلمة، لكن هي مش فاهمة يعني ايه مساواة، يعني مفهوم المساواة ضايع يعني عايم شوية بين الرجل ها والمرأة. هو لو اتحدد المساواة في ايه؟ في الحقوق والواجبات، يعني لو كل رجل وامرأة اشتركوا في كل واحد يعرف الحقوق والواجبات هما الاثنين هيبقوا متساويين، والكلمة دي يعني هتقل شوية. كان شايفة حكاية الجمعيات مثلا أو النساء أو الفتيات في العصر الحديث انا عايز اقول لحضرتك عايزين يا فندم، مساواة. حضرتك بتقولي وانت الاستاذ اسمع برضه الكلام في ان ده ممكن يكون مطلب رجالي. لا هو مش مطلب رجالي، بدليل ان في اجتماعات بتعقد في ندوات وفي مؤتمرات للنساء فقط يطالبن بتحقيق المساواه مع الرجل. طب اي مساواه يعني ايه مقصد المساواه ده؟ هم بيقصدوا يعني انا بشوف برضو وبطلع ان هم بيقصدوا ان هم يظهروا، يعني هم بيحبوا ايه يظهروا بمطالبهم. هم شايفين ان في جور على مطالب بعض النساء، في جور على مثلا النساء مقعدها في مجلس الشعب، ودي المرحلة اللي جاية الوزارات. يعني انا شايفة التركيز كله في كلمة المساواة على المرحلة اللي جاية اللي هي مقاعد مجلس الشعب. المرأة بتريد ان هي تحقق، لان هي شايفة ان هي مثل الرجل، فبتريد ان هي تحقق برضو قدر من العطاء والمسؤولية والانتاج وتعرضه للشعب وتقول ان انا في نديه مع الرجل. لكن يعني انا شايفه ان في كثير وفي يعني في الاونه الاخيره شايفه ان النساء والفتيات ابتدوا، يعني مثلا من الحاجات اللي ظهرت اخيرا قانون التحرش، ده حاجه جميله جدا بتدي المراه حق ما كانتش واخداه، فدي برضو المراه ابتدت تظهر في حاجات كتيره جدا. الحق في التعليم، المراه ان هي تمتلك مؤسسات وتديرها هي وتصبح ناجحه. فهي اعتبار المساواه بس عايزه المراه تثبت للرجل ان هي على قدر من كما خلق الله بقدرات، فهي برضو عندها قدرات كمان. هل حضرتك يا استاذ اسمك مع ام ضد مناداه المراه احيانا بان تكون الند بالند مع الرجل؟ هو الند بالند مع الرجل ده في حاجات كتير هي مفروض ان هي تعملها، ولو جيت الند بالند يعني لو المقصود منها في اي مجال، احنا في جميع المجالات، في المراه في وزارات البترول، في وزارات التعليم، في وزارات كتير جدا. فالند في ند في ايه؟ ان هي تبقى مديره، طب ما هي بقت مدير، يعني الراجل مدير هي بقت مدير، وزير هي بقت وزيره. فبالفعل في مش حكايه ند بالند، احنا بالفعل كده، احنا بالفعل وصلنا للمراكز دي، مفيش ند بقى، ده احنا زيهم بالظبط. وبعدين عايزه اقول حاجه، ستنا حواء سيدنا ادم لما كانوا في الجنه كان سيدنا ادم جوه كل حاجه حواليه، كل حاجه حواليه. انا شايفه ان ستنا حواء او حواء هي اللي شغلته، قالت له قوم اشتغل، روح جيب لي التفاحه دي، ما كان قاعد. فمن هنا المبدا اللي خلى الادم يقوم او الراجل يقوم؟ الست هي اللي قومته عشان يتحرك، كان قاعد وكل حاجه نعيم الدنيا حواليه. لا بس طبيعه الرجل برضه ان هو اللي يقوم، مش ان هو قام نتيجه ان المراه طلبته، ده هو طبيعه الرجل. والله انا من وجهه نظري ان هنا الست عرفت تقوم الراجل عشان يتحرك. صحيح، يعني ده وجهه نظري. ممكن يكون ده من منظور ان هي دورها في مسانده الرجل، دورها بالزبط. ممكن ناخدها بالمعنى ده، دورها في مسانده الرجل، دورها في تفعيل دور الرجل اكتر او دعم الرجل في دوره. احنا بنتكلم عن المراه ودورها. استاذه نهله، لو سالتك عن المساواه، يمكن الاستاذه عصمت بتقول دلوقتي ان احنا فعلا بالفعل دلوقتي المراه واخده حقوقها. هل ما ده طبعا نتيجه مطالبه سابقه من النساء، هل انت شايفه ان كل ما يحدث الان او معظمه صح؟ في المطالبه؟ لا مش في المطالبه، في الحريه اللي واخدها المراه النهارده. أنا شايفة ما شاء الله إن المرأة أصبحت تحصل على حرية كبيرة جدا، يعني حرية المرأة في التعليم. يعني لو نبص لكام قرن وكام سنة ورا كانت بتمنع من التعليم، تمنع من الميراث،
تمنع من الطلاق اذا كانت بترفع قضيه وتقعد دلوقتي بتروح تقدم قضايا خلع وتحصل على حقها. الحق في العمل، في كتير مؤسسات بتعمل فيها مرأة فقط وبتكون ناجحة جدا. يعني انا قلت هو بتدور في حلقة الاحساس بان هي عايزة تظهر ان هي موجودة على الساحة، بالظبط. يعني هو ده اللي المرأة عايزة تقوله، انا عندي قدرات وعندي ربنا سبحانه وتعالى اعطاني علم وعقل فانا ممكن ابقى بجانب الرجل. لكن النقطة بقى ان احنا مش عايزين المرأة تتفوق على الرجل او تتقدم كندية، ان انا وده اللي بيفشل بقى اشياء طب اسالك كتير. سؤال يا استاذه نهله، يمكن احنا تحدثنا اثناء اعداد الحلقه ده عن هذا الموضوع وهو عمل المراه، وكان ليكي راي صراحه يعني انا استغربت له جدا، يا ريت تكلمينا عنه. رايك في قضيه عمل المراه بشكل عام؟ انا رغم ان انا الحمد لله بعمل وفي مجال التعليم وده انا بحبه جدا وبحب شغلي جدا واعتقد يعني انت ان مع انا ولا ضد عمل المراه؟ ناجحة، بس انا ضد عمل المرأة. ضد عمل المرأة. يمكن الناس تصدم بذلك. وأنا ده كان مفاجأة بالنسبة لي الصراحة، لأن كنت بتكلم مع حضرتك بتعملي وفي مركز مرموق، ومع ذلك أنت ضد عمل المرأة. ضد عمل المرأة لان انا بحس ان المرأة العاملة بتجور على اشياء عندها هي، يعني داخلها هي دايما بتثبت ان هي متفوقة، فهي عايزة تثبت ان هي متفوقة في عملها ومع اولادها وفي التربية ومع زوجها، فلن تستطيع ان تعطي. صحيح في نماذج، يعني لو لقينا من بين 10 اتنين ناجحين، لكن الباقي يعني بيبقى في جور على الابناء. انا عايزه يعني اقول لحضرتك ان احنا لو رجعنا شويه، طب المراه خرجت ايه اللي حصل؟ هنلاقي ان في قصور في الاخلاقيات بتاعت الشباب طبعا، احسن عشان في مجال أخلاقيات، التعليم. قصدك أخلاقيات الشباب في الشارع ولا أخلاقيات الأبناء؟ اخلاقيات الشباب اللي هم ابنائنا في الشارع وفي المدرسه علاقتها وفي بخروج الخروجات. المرأة، طب ما هي المراه مش هي اللي قصدك إنها بتربي. بتكون عرضة ولا قصدك لا لا حرية؟ لا لا، هي اللي بتربي، فمفيش حد بقى بيربي دلوقتي. فين تمام. الحوار؟ فين الخطأ اللي بتشوفه فبتعدله وهي شايفاه؟ فين المراقبه؟ هي مش موجوده اصلا، مفيش مراقبه، واخد بال حضرتك؟ فلقينا شباب وفتيات. صحيح انا بقول من بين مثلا لو عملنا كده احصائية 10، في 2 بيتها وزوجها وهي في مركز مرموق، لكن لو لقينا الباقي هنلاقي فيه قصور. لو لقينا مثلا بيتها كويس وفي وظيفتها كويسة، هنلاقي هي ذات نفسها اصبحت مكبلة بالاعباء والمصاعب والمرض. يعني بيبقى ضغط عليها. ضغط طبعا، ومع ذلك هي طول الوقت بتعمل لكي تثبت انها الصح وان المرأة العاملة هي الصح، لكن هي بتجور على اشياء. يعني الجيل، انا شايفة ان الجيل اللي طالع ما فيش علاقة بين الام وابنائها، ليه العلاقة بتاع زمان بتراقب الطعام والشراب والتصرفات. لا ده غلط، لا هي مش موجودة اصلا، هي مش موجودة. هي ممكن تكون بتعمل في مجال تنصح الاخرين، لكن هي اصلا في بيتها غير مش متواجده. موجودة. طب هم هياخدوا من ايه؟ ده صح. يعني واخد بال حضرتك؟ انا دي وجهه نظري يعني. طب استاذ عصمت، حضرتك شايفه ما بعض النساء ممكن يقولوا هو زي ما قالت استاذه نهله كده، مساله تحدي لدى المراه في انها تريد ان تثبت كفاءتها او انها ليست اقل من الرجل في مهاراته وفي قدراته وفي طاقاته، ولكن احيانا بعض النساء ممكن يقولوا ان احنا اولادنا مثلا في مدارس، في التوقيت العمل اللي انا بشتغل فيه ولادي مش موجودين في البيت. هل انت شايفه ان حتى لو ده حاصل هي برضو الست مكانها البيت؟ والله يعني الست طالما في بيترتب عليها كذا حاجه، في ستات محتاجين ان هم يشتغلوا علشان مصاريف بيت، في ستات بيقولوا لا احنا الامكانيات بتاعتنا يعني العيش لو نحسنها، يعني هم قادرين يعيشوا بس بيحسنوا. في ستات رجاله قاعده خالص ما بتشتغلش، والستات اللي بتضطر تنزل عشان تشتغل، فكذا حاجه الست نزلت. طالما نزلت لازم تثبت وجودها في الشغل، ويبقى بعنف وتحدي عشان تبقى
لو هي بتبص للمادة يبقى عشان المادة تكتر معاها، لو هي بتبص عشان العبقرين بتاعتها يبقى عشان تتحدى بيها. لكن ارجع اقول ان الست طالما نزلت المجال خدت وقت حتى لو ولادها في المدرسة، بترجع ازاي؟ ما هي بترجع تعبانة علشان تعمل ولادها وتعمل بتاع وتذاكر للولاد، برضه مرهقة لما بترجع. وخصوصا يمكن اقول في مجال التعليم زينا مثلا، احنا بنرجع اطفال حوالينا كتير، نعم فبترجع خلاص شبعت من الاطفال، فانت بترجع خلاص طفلك لما بيقول لك يا ماما او مش عارف ايه تبقى خلاص طب خلاص، فابتدت هنا تاثر على التربيه. هنا ما فيش حته التعاطف او ان انا اقعد اسمع له، ما فيش وقت اسمع له، انا ورايا كذا حاجه هعملها علشان أسأل السؤال بصراحة الصبح أستاذ اقول أسمع، تاني. هل أنت شايفة أحيانا في التعامل مع الرجل بعيدا عن العمل، لو اتكلمنا في التعامل مع الرجل بشكل عام، هل شايفة إن ساعات ممكن بينك وبين نفسك تقولي ليه هو الراجل أحسن مني في إيه؟ ليه هو أنا يعني، أو في ناس ساعات يقولوا إيه يعني في أحيانا وصلت لدرجة أنا حاجة شفتها قدام عيني إن واحدة بتندب حظها إن هي طلعت أنثى، أنت تفسيرك لده إيه؟ احنا قلنا حضرتك احنا برضه في حتت الام هنا بتيجي تربيه، فبيبقى عندها ولد وبنت. قومي يا بنت اعملي لاخوكي كوبايه شاي، لا هاتي له ميه، قومي اعملي كذا. فالولد قاعد، طب ليه؟ ليه احنا بنربي من يعني هم صغيرين ان انت انثى، يعني حقوق الولد متفوقه عليكي، يعني مش من حقك مثلا الولد ما يقومش يمسح، ما يقومش يكنس، ما يقومش يعمل، لا ده الانثى هي اللي بتعمل. طب ليه؟ طب ما احنا اللي ربنا بقى كده من الاول، احنا اللي قلنا للبنت انت بنت ولازم تخدمي الولد، خلاص هتطلع تخدم جوزها، هتطلع تخدم عيالها، هتطلع خلاص احنا الام ربت من الاول على كده، فبتطلع البنت. عشان كده بيقولوا بقى فين حقوق المرأة وفين حقوق، ما احنا اللي ربنا على كده من الاول. ما احنا لو قلنا ان الولد زي البنت، قوم يا حبيبي وضب اوضتك، قوم يا حبيبي شوف اوضتك مش نظيفة ليه، يلا، والبنت نفس الحكايه، فيبقى في تساوي من الاول احنا عملناه ما بينهم، هيكبروا على كده. في هنا حته اخلاق بنعلمها للولاد الاثنين البنت والولد، انت الاخلاق لازم تتربى من الصغر، ان انت ده اختك لازم نحافظ عليها، لازم ما نجيبهاش قوي، وانت برضه اخوك حفاظ. وبعدين انا شايفه ان احنا الاخلاق بتاعتنا صح زي ما قالت الاستاذه رهنه، بتتدهور كتير جدا جدا جدا. فهل وما بقاش زي زمان؟ زمان كان في علماء وكان في بيطلعوا، والمدارس حكوميه كمان مش مدارس خاصه. دلوقتي الولد بيطلع بطريقه غريبه، بيرد علينا بطريقه غريبه، البنت برضه بترد، يعني احنا برضه اثرنا. هل التاثير من الست بس؟ لا مش من الست بس، من الراجل برضه. ما الراجل المفروض ان هو في البيت بيربي، لكن هو سايب على الست عشان مامته علمته ان الست هي اللي تربي مش انت اللي تربي. لا، ولان الراجل برضو يمكن برضو وقته وعمله وجهده طب ما بيكون هقول عليه اكتر لحضرتك، ما مجهود، الست برضه نفس انما هي الست الحكايه. لما بتشتغل برضو مع الراجل وتلقي باللوم عليه ان هو زيه زيها، لا ما هي خدت دور مش دورها في الاساس، ان هي اشتغلت اللي هي يعني؟ اشتغلت مثلا. طب انا قلت لحضرتك ان ممكن ظروف الستات كتير جدا بتضطر تنزل عشان تشتغل، يا اما تساعد في البيت، يا اما جوزها قاعد ما بيشتغلش، يا اما عايزه تحسن دخلها، يا اما هم اصلا يعني في كذا حاجه الست بتنزل تشتغل. امال يعني انا عايزه اقول حاجه، عصر السيد ده احنا كنا عايشين، يعني انا لما بشوفه في التلفزيون بقول الله ده عصر جميل قوي. كانت الست قاعده في البيت وعندها كذا شغاله، وهي قاعده بس والشغالات هم اللي بيشتغلوا وبيعملوا كل حاجه، وقاعده بترغي قاعده مع حضرتك تقصدي ان ما كانتش فيه الظروف اللي ممكن تدفع المرأة النهارده ان هي بالظبط تنزل يعني. بالظبط. كان الراجل مخليها مش عايزه حاجه خالص خالص في بيتها، يعني ما بتشيلش حاجه، ده هي قاعده بس من الستات كده وناس بيخدموها. لكن احنا دلوقتي احنا اللي بنخدم، احنا بننزل نشتغل وبنخدم وبنشوف ولادنا وبنشوف كل حاجه. وبعدين ما تقوليش ان الراجل مش فاضي، طب ما انا بشتغل زيه، هون في مجال العمل واشتغلت. طب شوف انا اشتغلت ليه؟ لو انا اشتغلت عشان اقول لك ان انا مثلا لنفسي انا واثبت ذاتي، اعمل بقى اللي انت عايزه، انا هثبت ذاتي. لكن لو انا اشتغلت عشان اساعدك واشيل البيت معاك، يبقى لازم تعمل زيي زيك، يبقى هنا في التساوي اللي بيحصل جوه البيوت. زيي زيك، ما تقوليش ان انا جايه من شغلي في نفس الميعاد اللي انت جاي فيه، وبعدين انت اتغديت
وبعدين دخلت تريح. طب ما دي بقى المستورد ده الكلام المغلوط بقى اللي بقول لحضرتك عليه واللي هسأل معلش فيه الاستاذ في حته لا في حته ما تجيش هي تاخد دور مش دورها او دور زياده عليها وتيجي بعد كده تقول لي ما زي الجنه في وقت واحد. استاذه نهله في الايه القرانيه اللي بتقول بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما انفقوا. كتير من الستات بيفسروا كلمه بما انفقوا تفسير احيانا بيكون تفسير على هواهم زي ما بيقولوا وشايفين كلمه بما انفقوا طب ما انا بنفق انا كمان بنفق كمان اذا نحن سواسية. رايك ايه في الكلام؟ رايي عكس ده لا خالص. ان الرجل هو الاساس الاساس يعني هو اساس البيت يعني هو الاساس. القوام المفروض مقصود بيها هو الانفاق هو المقصود بيها الانفاق. والرجل حتى لو المراه بتعمل ده يعني وسالنا فيها كتير وفي دار الافتاء الرجل هو المسؤول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ولازم الرجل لازم الرجل يشعر ان هو في تحته مسؤوليه. اذا لم يشعر بها هينام يعني الانسان انت لو حضرتك دلوقتي عارف ان وراك مصاريف وراك فهتقوم حتى لو مريض او يعني في دفعه. فالايه الكريمه المقصود بها الانفاق على المراه لازم يكون راع ومسؤول عن رعيته. والانفاق هنا فعلا حتى لو هي بتعمل وعندها دخل لازم هو اللي ينفق وتبقى دي بقى يعني لو هي اصبحت عملها وعملها و لكن لا ما تت ما يعني تتمرد اذا عمل المراه وكونها ان هي بتحصل على المال او بتتكسب المال كالرجل مش هو ده الحاجه اللي يخليها ان هي لا تدعو الى المساواه معاه وان هي تكون ند بالند معاه. مخالف جدا. لا لازم المرأة طاعة الزوج يا جماعة فين طاعة الزوج؟ يعني الزوج ده ليه طاعة وليه متطلبات والبيت ليه متطلبات. لو اختلت البيت كله بيختل، الزوج بيختل والأولاد بيختلوا وهي ذات نفسها بتختل بتروح للشغل عصبية لأن في مشاكل ورا بسبب إيه؟ بسبب الندية. وحالات الطلاق انتشرت بشكل غير مسبوق وخصوصا في السنوات الأخيرة. ليه بقى؟ لأن الفتيات داخلين فلوسي مركزي شغلتي ما أنا بشتغل زيه لا هو يروح ياكل هو يجيب دليفري لا واخد بال حضرتك. حضرتك بتخدم السؤال مهم جدا أستاذة نهلة. هل شايفة حضرتك إن يعني المرأة أخذت من الحقوق ما دعاها إلى التجرؤ على الرجل؟ هي خدت حقوق هي على ما يبدو ان هي ما كانتش مصدقه يعني قال حضرتك ان هي ما كانتش مصدقه ان ده يحصل. فدي انفتاح في الحقوق يعني انت حضرتك عارف ان الاسلام جاء بحقوق المراه ان المراه ليها حق الميراث وحق اختيار الزوج ما كانتش بتورث قبل كده وما كانتش بتختار الزوج. في يعني الرسول عليه الصلاه والسلام ما هو السيده خديجه كانت بتعمل بس عندما كانت بتعمل بالتجاره عندما تزوجت الرسول تركت الامر للرسول عليه الصلاه والسلام خلاص يعني ده معناه ايه؟ ان هي اعطته الايه؟ ها؟ المسؤوليه. طيب واخد بال حضرتك؟ فهي فعلا هي في صراع مع نفسها لاثبات انها هي الاحسن الاقوى انا زيك. ودي حسب التربيه يعني التربيه بتطلع كده. طيب انا في العصر الحديث انا عايز اسال الاستاذ عثمان ده سؤال وده انا يعني مبيته من امبارح بصراحه يعني وانت فاجئك دي على الهواء. مجال التربيه الرياضيه مجال التربيه الرياضيه بالتحديد هو مجال البعض يرى انه من اختصاص الرجل اكثر من انه اختصاص المراه. عمل المرأة احنا اتكلمنا عن عمل المرأة بشكل عام لو اتكلمنا عن عمل المرأة في مجالات معينة هل ده نوع مرحلة أكبر من التحدي بالنسبة للمرأة عايزة تتوغل فيها داخل كل اختصاصات الرجل ولا إيه؟ أنا شايفة إن العكس إن البنت عندك لعبات البنات عندك الجمباز البنات عندك مجالات كتير جدا البنات بيحبوها وتفوقوا عليها اصلا ما في على الاولاد
يعني مجال التربية الربيع ده مجال متشعب في كل حاجة. انت بتربي، بتعلم اخلاق، بتربي ابدان اجسام، بتدي معلومات، ده في مجال كتير جدا. ومتهيالي اللي يقدر يدي المجال ده الام اللي عايشه، اللي بتربي اصلا في البيت، اللي بتعرف توصل لاولادها، هي اللي هيبقى عندها المقدره توصل ده للطلبه اكتر من الولد. الولد ممكن ياخدها كحاجه معيشيه، حاجه معيشيه ليه، ده بيعيش بينه الشغل ده، لكن هي بيسيطر عليها الامومه، فبتدي بالعطف بالحنيه، بتعلم صح، بتخليها كل حاجه بهدوء مش صراعات. بس الموضوع هنا مختلف، يعني اعتقد ان الراجل لما بيدرب رياضه ممكن يتصدق اكتر من الست. لا لا، مش في يعني كل لا المجالات، لا لا مش في كل لا، حاجات احنا الرياضة. بنتكلم عن التربيه الرياضيه بشكل عام، يتصدق اكتر من الست باعتبار ان الرجل تكوينه البدني وقوته وجنسه كرجل او كذكر معروف ان هو ده المنوط به المجال ده بالتحديد، او ان هو على الاقل التدريب او الكلام ده كله، ولكن دخول المرأة في المجال ده هل اثبتت ذاتها في هذا المجال؟ ده اثبته جامد جدا، الستات اثبتوا ذاتهم في المجال ده جدا. طب انا اقول لحضرتك حاجه، اتفضل. يمكن الرجاله بيثبتوا وجودهم في مجالات اللي هي الجماعيه، الالعاب الجماعيه زي الباسكت، زي اليد، زي الطايره، لكن تيجي في الالعاب الفرديه، في العاب فرديه المراه هي الوحيده او هي اللي بتعرف تسيطر عليها، زي الباليه، زي الجمباز، زي يعني في العاب كده ما تقدرش الراجل يدي فيها. ولو لاحظت مثلا، لو انت بتعلم طالبه مثلا فن الباليه، انت هتتقبلها من ست بتعملها معاك، لكن لما يجي واحد ويعملها معاك تقول ايه ده غريب قوي، يعني منظره غريب وهو بيشتغل كده. ده بالنسبه لينا احنا في مصر ده منظورنا، لكن بره لا طبعا بتختلف. ده في ناس بيدربوا يعني رجاله حاجه يعني جميله جدا، بس احنا في مصر بنبص لكده. يبقى هنا نظره زي الدكتوره والدكتور، دكتور النساء ودكتور ودكتورة النساء. يعني في ستات يقول لك لا انا ما بثقش في دكتورة النساء دي، مش مقتنعه بيها قوي، انا اروح لدكتور نساء برضه بيبقى احسن. هو مجال الرياضه كتير كده، يحصل كتير صح. مجال الرياضه انا اخش للكابتن الفلان، طب ما كابتن فلانه برضه كويسه جدا. بس مجال الطب عادة والعلم والمخزون العلمي لدى الرجل احيانا النساء بتثق فيه اكتر ربما كعلم. ان انا بتكلم على رياضة ابدان، اعتقد رياضة الابدان دي ممكن يكون موضوع مختلف شوية. لا بالعكس، لا والله، لا انا شايفه ان احنا بحكم شغلي ان الولاد بيثقوا في البنات، وممكن تفتح معاها مجالات من هي اصلا عايزه تحكي لها عليها. أي. احنا ممكن نكتشف في البنت وهي شغاله، هي من خلال الكلام معاها موهبتها في ايه، هي ممكن في مجالها في ايه. ممكن يكون البنت غاويه لعبه معينه ومكسوفه تقول عليها او مكسوفه تتكلم عنها، او بتحبها بس غصب عنها بتلعب لعبه تانية. احنا بالمحادثه مع البنات بيفتحوا لنا مجال كتير جدا في الكلام، وبنعرف هي يعني موهبتها في ايه. وبنوجه للطالبه او الطالب هو ممكن يروح في انهي لعب يلعبها. يعني الستات هنا بيلعبوا دور جامد جدا جدا في مجال التربيه الرياضيه، ومتهيألي انا في مجالي انا شايفه انها ناجحه في مجالي جدا، وبأدي بدور كويس جدا، ومش انا لوحدي، ده في ستات كتير جدا في المجال ده بيأدوا دور حلو جدا في التربيه الرياضيه. طب نسأل أستاذة نهلة بقى عن اتكلمنا عن العمل كوجه من اوجه المساواه مع الرجل او المطالبه بالمساواه مع الرجل، ولكن هناك ممكن نقول اوجه اخرى من هذه المساواه او مظاهر اخرى ربما تكون قد تحقق بعض منها على ارض الواقع وانتشر، زي مثلا الملابس. ان الانثى دلوقتي في كثير من الاحيان بتلبس لبس شبيه جدا بالراجل، حضرتك شايفه ده ازاي؟ انا شايفه برضو من باب ان هي عايزه تثبت انها حره في اختيار شكل الملابس، وان ملابس الرجال هي ممكن برضو يعني ترتديها وتغير فيها، بس ان هي دي مريحه مثلا. يعني لان احنا دلوقتي اكتريه الفتيات من ظهرها تبقى ده ولد ولا بنت،
يعني واخد بال حضرتك؟ ما بتكلم يبقى اعتبار اللبس بقى يعني يعني تقريبا اختلفوا. بيلبسوا زي بعض. هو من باب ان هي متربيه، الاستاذه عايزه كانت قالت نقطه، هي متربيه في البيت على القهر، يعني ان اخوكي لا يخرج ينزل زي ما هو عايز، ده ولد يعني، فاهم حضرتك النقطه دي؟ فهي مخزون عندها داخلي ان ليه، حتى حضرتك بتقول ان في بيتمنوا ان هم ما يبقوش فتيات او انثى، من التربيه اللي هي على داخليا فكرة في قهر بقى. النقطة دي مهمة جدا يا أستاذة نهلة، لأن يعني معلش كأي أب وأي أم، طب هم هيبقوا في لحظة في حيرة، في حيرة، طب ما أنا مضطر أقول لبنتي ده، مضطر أقول إن في فرق بين الولد وبين البنت، ولكن لما أجي أقول ده ويفسر على أنه قهر، طب إيه لا الحل؟ لا، هو التربية الصح اللي هي المفروض مثلا من 2 3 سنين ان انا ابين ان في اختلاف في النوع، الذكر والانثى، لكن الحقوق والواجبات، يعني ما اقولهاش لا انت ما تنزليش وهو ينزل ويظهر، اصل ده ولد فدي لا ده ولد ده، يعني دي اللي بتأدي ان الفتيات بتشعر بالقهر، يعني اشمعنى؟ وتقول لك طب اشمعنى؟ فانت تقولها لا اصل ده، يعني كلمه ده ولد ده راجل اثرت عليه بتبقى داخليا، احنا بقى كانت داخليا طب ما ايه اشمعنى؟ الحاجه اللي ممكن اقول لها فيها لا ده ولد؟ ايه الحاجه اللي هي الطبيعيه اللي ما تربيش الغير اللي ده جواها؟ اصل احنا مجتمع شرقي ليه عادات وتقاليد غلبت حاجات، يعني اكثر كمان على الدين، يعني في حاجات دخلوها في عادات وتقاليد ويقول لك ده حديث ده قرآن، يا جماعة ده مش موجود خالص، فين؟ ففي عادات وتقاليد أدخلوها كده الناس بدل القيم والمبادئ اللي في ممكن الدين، يكون أرادوا بها استبدال قيم ربما تكون أكثر تقييدا له. أحسن تقييد. لكن التربية بقى اللي هي إن البنت لازم تبقى في البيت، ونجيب بساطة الدين الإسلامي، في بساطة الأحاديث النبوية الشريفة، في بساطة الأم ذات نفسها، في عرض الفكرة، يعني عرض الفكرة ذات نفسها على الفتاة، إن البنت تربية البنت إن هي في يوم من الأيام هتبقى مطيعة لزوجها وتقدم له ما يريد، وإن هي تسعد بيتها وأولادها والتربية، والراجل هو القوام وهو المسؤول عن رأي، يعني بطريقة مبسطة. لكن احنا متهيألي العصبية او يعني تقديم المعلومة في بطريقة خطأ هي دي اللي بتؤدي الى شعور الفتيات في قهر. حضرتك تلاحظ دلوقتي كل البنات ماشيين، او كل يعني ما احنا عندنا بناتنا وعندنا كله يعني شايف ان الولد هو واخد حقوقه، يعني وبيخرج واشمعنى هو وبينزل هي مثلا بيلبس اللي هو عايزه، انت دايما تقول لها لا وعيب وعشان حرام، لا هو حر، يعني فاهم حضرتك دي تربيتنا الشرقيه، لا هو حر هو يعمل اللي هو عايزه، عشان انت بنت، عشان ما حدش يقول عليكي، عشان السمعه، عشان طب ما هو لا هو ولد مهما حصل. بس انا برضه كأب مضطر ان انا اعمل ده، مضطر مضطر ان انا اعمل ده، مضطر ان انا بس اربي بطريقه جواها حته كده. مقنعه بقى، بطريقه محببه يستقبلها، مش في طيب ناس كتير ما عندهاش اعتراض عن الموضوع ده، هي شايفه ان ده يعني بتاع رأي حضرتك ان انا ممكن اوصل لهدفي برضه، ولكن مش يعني بطريقه. نقولها باللغه العاميه كده بالسياسه. احنا زمان كان الولد عندنا برضه في العيله او في البيت تمام. كان ليه تقدير كده، أيوة. يعني ما بقاش زي دلوقتي، انا هو لا الولد في البيت الاخ كانت الكبير ده البنت نفسها بصله البصه. بصاله بصه جميله جدا، تمام وتقدير واحترام، والاخ الكبير تمام. ده استاذ حقيقي. عصام عشان احنا وقتنا انتهى تقريبا، والوقت جري معاكم بصراحه جدا، تمام يعني عايزك في عجاله كده تكلميني عن، او هنختم بقى الكلام معاكي عن ثقافه المراه. هل المراه محتاجه الى تقويم في الثقافه الموجهه اليها الان؟ هي الثقافة بالنسبة للمرأة العاملة أو مش العاملة، بعض المفاهيم يا أستاذة عصمت، بعض المفاهيم ربما تكون مغلوطة إلى حد ما لدى المرأة حتى الآن، ومنها مفهوم المساواة لدى المرأة. محتاجين إيه عشان نقوم عندها مفاهيم منها مفهوم المساواة ده؟ والله علشان نكون مفهوم المساواة، هي لو كل ست بصت لنفسها كويس قوي وقالت إن أنا عندي الإرادة القوية جدا اللي اقدر بيها اتغلب فيها عن اي حد يتحداني فيها،
هي نفسها تشرف، تلاقي ان الموضوع سهل جدا وفي مساواه، واثبتي وجودك في المجال اللي انت فيه. وعلى فكره انت الست اللي قاعده في البيت مش زي الست اللي بتشتغل في تنظيم، فانت قولي لنفسك طب عشان انا يعني قولي لنفسك معلش في سؤال برضو بيضحك عليا عايز اساله للاستاذ عصمت استاذ النهله. مجال التعليم الخاص، مجال التعليم الخاص بالمناسبه في انطباع عند الناس ان في مجال التعليم الخاص بيكون الانثى فيها اكثر انطلاقا من الانثى اللي ممكن او الطالبات اللي موجودين في التعليم مثلا الحكومي، اكثر انفتاحا، اكثر يعني ممكن تكون القيم عندها او المفاهيم عندها ممكن تكون مستوحاه عندها من الخارج اكثر من داخلنا. انت شايفه ايه؟ هقول لحضرتك انا اشتغلت في مجال حكومي فترة كبيرة جدا، اشتغلت في مجال خاص. الفرق ما بينهم كبير جدا. البنت في المجال الحكومي او كنت بدرس لبنات بس، يعني مدارس بنات بس. البنت بتقدر تفهمك بنظرة العين. درستي في حكومة؟ درستي حكومية 16 سنة. بتفهمك بالعين. يعني تبص لها كده زي ما احنا زمان كانت مامتنا مثلا تبص لنا بالعين كده، يعني افهمي اخرجي بره مثلا او اقعدي ساكتة او كده. في مجال الحكومة كانت بالعين بتفهمك، يعني اسكتي وقفي صح في اللاين، يا دوبك المشاوره كده تسكت، المشاوره كده ترجع ورا. في مجال الحكومه في حته سنس تفاهم بالعيون او احترام زياده قوي بيجي ما بين المدرس. ده قصدك في مدرسه التعليم الخاص؟ لا انا قصدي في الحكومه في حته ايه الخشع والخوف شويه. في الخاص، في الخاص بتختلف. في الخاص بتختلف في ايه؟ ان الاب او الام هم السبب. انا بودي الطالب بنتي او ابني وبقول لهم احنا اللي بندفع لكم المصاريف، تمام، احنا اللي بنصرف على الناس دي، فلو انت عملت كده مع انك تاكد ان انك انت ما فيش اصلا ما بتعملش الثقه بالمره. طب استاذ عاصم ماشي اخد ربع كلمه كده من استاذ نهله عشان لازم اختم. استاذ نهله رايك ايه في الثقافه اللي المفروض تكون موجوده عند البنت دلوقتي في كلمه واحده؟ ثقافه البنت تيجي من تربيه البنت بين الاب والام المثقفين، يعني لازم هم يكون عندهم ثقافه التربيه، مش هم متعلمين، ما في ناس كتير متعلمين، الاب وام متعلمين، لكن ثقافه التربيه دي حاجه صعبه جدا. فانا بنصح اي زوجين مقبلين على الزواج ان هم يطلعوا كيفيه تربيه الابناء، دي حاجه صعبه جدا. استاذه نهله يعني الوقت عدى معاكم بسرعه رهيبه، وبشكركم جدا عزيزي الشريف في نهايه هذا اللقاء. بشكر ضيوفي الاعزاء الاستاذه عصمت مليجي رئيس قسم التربيه الرياضيه بالتعليم الخاص، وايضا بشكر ضيفتي العزيزه الاستاذه نهله محمود رئيس قسم اللغه العربيه للتعليم الخاص، شرفتونا. في نهايه هذا اللقاء بشكركم اعزائي المشاهدين، ونلتقي قبل هذا الموعد بساعه الاسبوع القادم مشيئه الله في حلقه جديده من برنامج وزاره النساء، مع تحياتي عمرو لطفي، شكرا والى اللقاء. تعبير